تستقطب مدينة حمام بحجر بولاية عين تيموشنت المئات من السياح من جميع أرجاء الوطن الذين يرتدون الحمامات المعدنية طلبا للراحة والاستجمام. ما المزيد في سياق تقرير كمال بوعزة عبيد وحميد عودي. ولاية عين تيموشنت وبعيدا عن شريطها الساحلي تفضل الكثير من العائلات قضاء عطلتها الصيفية بمدينة حمام بحجر الذي يعتبر مقصدا للاستجمام والعلاج على حد سواء، وهذا راجع لمياهها الفريدة في خواصها الصحية والخالية من الأملاح الضارة بجسم الإنسان. هذه البلاصة يعني كاع الناس كاع السواح اللي راهم يجوا من مناطق منها تاع كيما بلعباس سعيدة من الجزائر العاصمة مع النابة وكل شيء يجوا هنايا يعرفوا بلي هذه البلاصة فيها بركة. المتاحة فيها كسموه فيه كما يقولوا بركة وشفاء للجلد. وتستقطب مدينة حمام بحجر المئات من السياح من جميع أرجاء الوطن، ناهيك على المغتربين والأجانب الذين يرتادون حماماتها المعدنية طلبا للراحة والاستجمام، ناهيك عن طابع المدينة المتميز الذي يضفي لهذه المنطقة صبغة جمالية إضافية. في حمام معدني أطبي عربي، هذا الإنسان يكون مريض مزهرة ولا حاجة يزيد سيدي عيد يزيد سيدي عيد يريح اسمه تروا فوا يجي هنا يداوي الحمد لله. وكاين تجارب ديجا كاين الناس ماتوا بهذاك بهذا المرابط، خاطر هذا المرابط سيدي عيد ومنها مرابط ومنها حمام جاو سمعت قعدوا وريحوا ان شاء الله. وغير ببعيد عن منطقة حمام بحجر تفضل عائلات أخرى التوجه لحديقة بتيفيشي والتي تمتاز بشلالات المياه الساخنة ذات المنظر الخلاب، حيث يفضل الكثير والصغار السباحة فيها، فيما يفضل آخرون التقاط صور تذكارية ذات خلفيات إسلامية.